عسلامة ومرحبا بكم على قناتنا الأخبارية الحياة لافي. كيف ما تعودتوا في كل يوم عنا أخبار وأحداث جديدة ومتنوعة. اليوم باش نحكيو على تصريحات سمير الوافي أو هجومه على وزير النقل، وقالوا أنه مكانك الأصلي ليس المسبحة والفندق والرفاهة بل هو ساحة الحرب، وكما تعرفوا الليلة الفارطة معناتها اعتذروا على اجتماع طارئ وقالوا لي هما تعبين وفاشلين ومرضى، وفي نهاية الأمر طلعوا في المسبح في الحمامات في فندق يعديوا في ويكاند. انتقد الإعلامي سمير الوافي يوم الأحد 18 جويلية 2021 وزير النقل معز شقشوق الذي يمضي عطلته رفقة أفراد عائلته بأحد المناطق السياحية التونسية، وتوجه الوافي في تدوين نشرها على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك باللوم والعتاب على وزير النقل وطلبه بالنزول إلى ساحة الحرب. ليها هما يخلصوا ويتمتعوا ويشيخوا والمواطن يموت مسكين ويتشخلعش، نحن ممنوع علينا الوتلة وممنوع علينا البحورات تصيبنا الكورونا، ممنوع علينا حتى نفس هما يخرجوا وما يخدموش يعملوا كل شيء. وقال الوافي وزير النقل يستفز التوانسة في هذا الوضع المروع وينشر صورا من لحظات رفاهيته واستجمامه الصيفي متجاهلا المحطات المزدحمة التي توزع الفيروس وتوسيع انتشار الوباء، ومبينا اللامبالاة الدنيئة بوجع الناس في هذه الظروف القاسية، مرتكبا خطأ اتصاليا غبيا، وتابع أنت حر في ممارسة حياتك يا سيد الوزير، لكنك في هذا الوضع الاستثنائي مطالب باحترام مشاعر الناس الذين يقاومون الموت والوباء والمستشفيات التعيسة والبيوت الحزينة، وفي هذا الحرب مكانك ليس المسبح والفندق والرفاه بل هو في ساحة الحرب لتقاتل وتقاوم مع الناس وتتحمل الأمانة التي أنت مسؤول عنها كوزير. ما تنسوش لايك واشتراك وتفعيل الجرس، وباي باي.